مرحبا، يعطيكم العافية. بنحضر حالنا للفلايت مع اير كندا، هلا مروحين على الهون. بدي احكي شغلة بنصيحة مهمة جدا، انه اوسخ مكان موجود في الطيارة اللي هو فلازم قبل ما تطلعوا نطفوا ثلاث شغلات حورجيكم اياها. اول اشي المقعد، الكرسي اللي جنبك، السكرين لانك بتضلك تعمل له تاتش، وبنشو اسمه هذه النوت، وطبعا هاي لازم ننظفها كويس، لانه عاده هاي ما بحطوا عليها كل شيء وسخ، كل واحد بيدعوا بيسوي وسخ بحطوا عليها. فهاي نصيحه، نظفوا هاي دائما اول شيء، وان شاء الله نراكم قريبا في نصائح ثانيه مع السندباد. معلش بتهز لانه الطياره بتطلع، يلا.